23 من طار مضاد طيران، استخدم مضاد طيران يسقط طائرات حربية، يضرب به في مواطنين في مصراتها في المطار، مواطنين عزة خاشين مصدورهم يضربوا فيه بأسلحة زي هذه، طيح في 16 وفي 15. بتعلم بها مواطنين، هذه قتلتها هنا على الأرض هنا دمر أرضية، هذه إسقاط الدبابات، تدمير الدبابات يا دكتور. وهذه مضاد الطيران، إطلاق مضاد الطيران نصف الأرض كلها رفع ضاربين عليه بالماء. طبعا انصاب في راسه، هو انصاب. تعال شوف في احدى قذائف، لا اعتقد انه مضاد للطائرات واسلحه متطوره جدا، نضرب بها المواطنين العزل. هنا في مطار مصراته مدني. شباب عزل يضرب فيه تقصف تعرف يحيى الحوائط اسمنتيه. يشتغلوا في مدفع هاون 12 عقده. انا في مدفع هاون 12 عقده. راسي حديديه تم قصفها تنقل بها. ما صورتها. درنا دوران جيت من هنا من الباب هذا تحت الباب، هم شافوني بالمنظار الليلي بده يضربوا فيا بالمنطار من هنا مضل الطائرات كلها. بعد ثاني بدي وحده خش الداخل وحده لي هذه الثاني وري السلاح هذا، وريه ايوه شو صور 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر
كله غنايم، كله غنايم.